ومن ألحان الموسيقار بلي حمدي. دونك سي نور الدين، باش نبداو الحديث اليوم مع سي شكري. سي شكري بلي حمدي قام من قامات الموسيقى العربية، وماذا بينا يعني تحكي لنا أنت على بلي حمدي؟ بلي حمدي يعني موسيقار العرب نجم نقولوا، لأنه بلي حمدي الخاصيات نتاعو في كيفية تعامله مع الكلمة هي مغايرة لأغلب الملحنين، وهو يعني يعتبر فيلسوف الموسيقى العربية. أيوة. ومن حسن الحظ أنه بليغ حمدي، من حسن الحظ نتاعنا احنا العرب أنه بليغ حمدي تولد في بلاد عربية. معناها بكري نحكي أنا وأخويا نور الدين، يعني كنت ولد جاء من جنسية أخرى نمساوية، ولا فهمتني؟ ممكن كانت معناها نهوض بالموسيقى الغربية يعني تاخذ منحى آخر، ولكن هو عمل يعني منحى آخر في الموسيقى العربية، وبرغ حمدي معناها أقل ما يقال عليه أنه مجنون بالموسيقى. بريخ حمدي كسر القواعد الكل. يعني في التعامل، معناها مش نقولوا فما شذوذ في التعامل، لا، في كيفية تناوله للألحان، في معاصريه، لأنه لقى عدة مشاكل وقت اللي تلعب بليغ حمدي. لقى فما برشا يعني من الأجيال اللي سبقته ما صدوه، ما قبلوش، نفروه. فهمت دونك نحكيه احنا في التقديم نتاعو، بعد ندخل في جزئيات اخرى. بليغ حمدي اقل ما يقال عنه انه معناه انهض بالموسيقى العربية، انا حسب تقديري ممكن قدم بها أشوات، معناه قدم بها على الاقل 150 سنة 200 سنة. فهمت؟ خاطر لانه بعد الاجيال، وهذا التراكمات، احنا يلزمنا نؤمن بالتراكمات اللي تخليها الاجيال للاجيال المتعاقبه. صحيح. دونك ملا الان الاجيال اللي توجدت التوا وباش تتوجد بعد 100 سنه قاعدين باش يعاودوا يقراوا قراءه اخرى لالحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، عفوا بليغ حمدي، وباش ينطلقوا نحو موسيقاهم المبتكره. صحيح. تقريب هذا اللي حبيت نقول. انا بالنسبه لي راني اخترت الموضوع هذا في منطق اخر، او علاش انا شوف مو هيرودوت قال مصر هبه النيل. اي هو صحيح هذا، فهمتني؟ شوف المصارع عنده ثلاث حاجات، مصر هبه النيل، وعندهم حضاره في العاميه، ووهب الله لهم بلي حمدي. او علاش خاطر ايش قال عبد الوهاب الموسيقار عبد الوهاب؟ قال يمنحنا الله جملة موسيقية في العام من عند المولى. هذا تصريح عبد الوهاب، وبليغ يمنحه الله عشرة. هذا كلام الموسيقى رحمه محمد عبد الوهاب. أيوة. فهمتني؟ باعتبار أنه يقول لك الموسيقى والأفكار ربما تأتي من السماء. احنا ليش اخترنا بليغ حمدي؟ لأنه احنا عنا في الشعر العربي أو الشعر الجاهلي القصيدة في الشعر القديم أي تبدأ بالوقوف على الأطلال، وثم واختصت هذه قصيدة رثائية، هذه قصيدة مثلا مدحية، وفما عنها قسم يتسمى القسم الغزلي بفرعيه، نقول الحب العذري أو نحن الخلية، أو نقول احنا كما تحب انت، فهمت؟ لكن نسقط العملية هذه على الموسيقى العربية. ايوه. بقات لنا نقصتنا ما تسمى بالموسيقى الرومانسية تاع الحب العذري، خاطر تثبتش مره في الحصه تقولنا انوثه الموسيقى العربيه. هو راه انوث الموسيقى العربيه، شكون مش عملها؟ مش عملها بليغ حمدي، خاطر هي كانت ذكوريه. ونرجعوا حاجه اخرى في التاريخ اللي هو زرياب. زرياب يا اخي فاش كان هو مختص توا اغلبيه هو ارثه كله ضاع، وزرياب ما كنعرفوا اللي هو كان اسود اللون. فهمتني؟ ولكن هي خصائص زرياب كان يعيش لا قبل ذلك، الموضة فاش كان كان يعيش في القصور الملكية ويشرف على الجاريات السلطانية. ممكن نقولوا جارية راهو مش بالمنطق السيء، معناتها راهو تكوينها موسيقيا والعزف وكذا وكل شيء. ثم إلى ذلك فاش كان يعمل زرياب؟ زرياب كان مميز في الطبخ، يبتكر في أكلات جديدة،
كان يختص في قصات الشعر. أي تسريحة الشعر. في تسريحة الشعر. ثم كان يختص في العطورات. في الابتكارات العطورات. الموضة هذه اللي كانت تو اللي عملوها. لحظة شكرا. عم نقول لك علاش. شنو اللي راهو فما إشكالية حتى في زرية في التاريخ الموسيقي. زرية يا أخي علاش ما دونا ضاع تاريخه كله. حتى كي جا القروية ما بقاش مشى هرب للأندلس. علاش؟ ها علاش؟ قل لي علاش علاش جاي القروية ومشى؟ خاطر ما قلت نقول لك علاش؟ ما لقاش لهنا لا فما حاجة تفهمها راه تركيبة القصور الملكية. أيوا. الجانب الموسيقي لا تنسى يا شكري هذا. أي. أنه ما يغيق عليه أونتر بارونتوز الغلمان. الغلمان يعني اللي هما برشا عباد يفهموها بالغلط هو شنو هو؟ لأنه سلوك زرياب أنثوي أقرب منه من سلوك ذكوري. فهمتك. اللي هذا غاب على برشا ناس. في تحليل شخصية زرياب نفس الفينومين هذاك صار هو بليغ حمدي خاطر بليغ حمدي كي تغزر له كي تسمعه يتكلم صوته صوت أنثوي إحساسه إحساس أنثوي هي الإشكالية علاش الناس كل تصدموا فيه كظهر من يكون هذا الشخص غير مألوف خاطر كنا حكينا قبل على ذكورية الموسيقى فهمتني والتركيبة فما قواعد واضحة باش انه باش يجي اللي صار لزرياب وهذاك شكل على فكره تاريخيا زرياب علاش ما داونولوش برشا موسيقى تاع زرياب ضاعت ما تبقى الجزء البسيط لانه زرياب في حد ذاته كان غريبا في عصره افكاره وسلوكه وكذا لانه زرياب معناتها شعب يعمل في الطبخ وفي قصة الشعر وفي كذا وفي كذا كأنه شغل نساء exactly. رغم أنه أسس مدارس موسيقية هو كل المدارس زرياب أسس الموسيقى وأسس العطورات وفن الليتيكيت طبعا احنا كنقول ندخلوا كاستروف كتروا فرشات أو كذا يخشكون عملها زرياب اللي عمل القواعد حتى الأكل طبعا نقول على مادة فرنسيز وحط لي فرشات كذا عمل عملهم كل زرياب لكن في عصره هو في الدراسة الزمكانية معناتها في الزمان والمكان زرياب غريب على عصره على عصره ولذلك على زرياب بقاعد منه شذرات بسيطة وبقايا ما قلنا لخاطر لو كان قلنا زرياب دونا له راهو حاجة أخرى في تاريخ الموسيقى العربية ولكن زاد ما تنساش أنه الترقيم الموسيقي ما كانش موجود فما يعني نصوص شعرية ولكن فما حاجة أخويا نور الدين أنت ما جاوبتنيش عليه أنت قلت جال القروان زرياب لم تكن هابر عليه القروان مرة القيروان زرياب لم يجد ما كان ترحل لا مش خلوه موج قولك قالوا إيش قالوا له شوف قالوا له أسكن في رقادة إي أبار رقادة يا مثل لا تنسى أنه مركز الحضارة يعني في تلك الفترة هي بغداد والأندلس والقيروان جاي في الوسط هاي فهمتني هو هاجر الى القيروان هو هاجر القيروان ولكن ما لقاش الظروف لان أيوة. الظروف هي شنية الظروف حتى عصر المأمون قلتوا عصر المنصور وبعده الهادي بورهر الرشيد وبعده الرشيد وبعده الامين والمأمون الحقبه ذيك اللي هي شهدت اهم فتره في التاريخ الحضاره الاسلاميه من تأسيس بيت الحكمة والشعراء في مختلف الأصناف في المدح وفي الخمريات وفي كل شيء بعد بعد المأمون مش يجي المتوكل مش يأخذ منحة انغلاقي ولهنا المشكلة ما هو حتى بعد مش انت تنهار الحضارة الإسلامية بعد البداية فزرياب كي جا القروان ما لقاش المكونات الحضارية المكتملة ومشقه في القوم في الأندلس. الأندلس. أذاك علاش لم يستقر في القروان. ووقع استقباله في الأندلس. هذا استقبال كبير كين ومعه رئيس دولة جاه. طبعاً. وهو اللي علش قلتك المقاربة ما بين زرياب ما عاشه هو زرياب. فهمتني وما عاشه هو بلي حمدي. شبيه شوية لأنه بلي حمدي كظهر لهم هذا الصعيدي خاطر هو أصله صعيدي. شكله هو غريب يعني في الموضة لأنه كان يتبع في الموضة هو الهارد روك وكي جماعة الجيل الستينات دونك الناس كانت معروفة القيم واضحة بين الكرافات والكوستيم عند عبد الوهاب أو السباتي أو كذا وفجأة نجيهم نقولوا احنا شاب شعره طويل مشبشب ألوانه غريبة سوريته قد دكا وموسيقته غريبة هذا جعل الجميع يهاجمه وهذا هو اللي يحدث يعني الموسيقي هذا اللي يعمل الفارق وهي شنو الحكايه شكري خاطر هو
لهنا او نقول لك عنصر بدخ، هو راه ابوه دكتور في الفيزياء متحصل على جائزه الدوله اللي من اجل رساله دكتوراه في الفيزياء حول الضوء عند ابن الهيثم. ايوه. ويقري في الجامعه ابوه، وامه شاعره الثوره المصريه، عائله وفديه هو. وهو الاخير في صغار وده معناتها الجريد العش نقولوا احنا، فربي في البذخ او شقول هي شنو حتى شخصيه، شخصيه الملحنين كلهم عاشوا الفقر والميزيريا وبناء وكسفات. عبد الوهاب بات في الشارع في الاخر، لو كان كي كان فتره فقر وميزيريا وقساوه. ثم جاء احمد شوقي تبناه وهزوا الى المفاهيم الحضاريه والعالميه. السنباطي نفس الحكايه، انه ناس فقاره. هذا عكسهم، هذا عاش في بذخ، لانه بوه صاحب رغم اللي هو استاذ جامعي، صاحب زكريا احمد وصاحب القصبجي، وعنده في ثقافتهم ان الموسيقى مقدسه في التعليم. معناته هو عمره 7 سنين ويدندن على البيانو ويدندن على العود اللي ربما الاخرين مسكن من جايين من اخرى ما تعلموش. دونك اش خلى هذايا الشخصيه هذه، فهمتني، غريبه على الناس كل، فهمت ولا إيه؟ كونت دائرة عنده في الموسيقى نوع آخر، نوع آخر، لأنه هو بما أنه كان طبقة متوسطة ونقوله أحنا تقرب إلى نوع من البرجوازية، فكان يبحث على السفرات والمطالعة ومغرم جدا بالحضارة والقراية. القراية يقرأ ياسر بالحمد، معناتها مطلع، يمشي لانجلتير يشوف هذايا، يشري كتاب مدخل إلى الموسيقى الأندلسية المغربية يشري ويقرأ، مدخل الى الموسيقى اليمنيه لدى الجزيره العربيه. عامل تكوين غريب، فهمتك، هذا ولا خليه يفكر بطريقه اخرى على عصره. وثم اهم حاجه مش عملها بلي حمدي نحكينا دي اثر في شخصيته اللحنيه، معناها طبعا 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 هذا اللي كان يحكي فيه تو سي نور الدين هو اللي كون شخصيه بليغ حمدي. صحيح. وتفرد بليغ حمدي في توجهاته الموسيقية واللحنية. طب معناها الظروف البيئة، والراجل كان يطلع، معناها فما يعني فما مراحل من الحياة اللي كان يحكي عليها متاع الموسيقيين الأخرين هو متجاوزها. دونك فهمتني، معناها متجاوزها، يلقى فرصة باش ياخذ كتاب، ياخذ كتاب وطالع ويعيش ويتصور. هو الإشكالية هو يتحدث مع خياله برشا. بليغ حمدي حقه سموه بليغ خيالي، يعيش خيال كبير ياسر، معناها ويتصور الموسيقى كيفاش كانت، وتصور اليمن كي خرجت الموسيقى من اليمن ووصلت لمصر فين تقاطعات وين موجود، وكي مشات المغرب كيفاش ولات، والموسيقى الأندلسية. بليغ حمدي عنده بعد نظر كبير ياسر. أيوة حاجة أخرى، هو شنو علاش بما أنه هو سلوكه كان غريبا على المجتمع، فكان حتى موضوع تندر يقش يقول مثلا عبد الحليم كان ديما يقول لهم راهو بلي حمدي يحب 3 مرات في النهار. هو خوي لعبد الحليم انه بلي حمدي يحب 3 مرات في النهار. أيوة. بما انه معناتها هما شنو يغزروا له البلاد كل حبوه في الزمن هذاك، وسهل التعامل مع الاناث بصفه عامه، فهمت، صديقته الحميمه شاديه بتحوم تجارته معناتها، فهمتني، الناس كل تمشي بحذاه، فهمتني، وسلوكه مع العنصر النسائي عنده سرعة التواصل من اللي خلى اللي الناس كل قالوا هذا سلوكه غريب شوية يا أخي، هذا قداش يحب، فهمتني، هو الحكاية مش حب، الحكاية ماهيش حب، اللي مش فاهمين هو ريتو كيفاش يفكر، هو عايش حالة موسيقية متلازمة الموسيقى تسمى هذه، فهمتني، سندروم سندروم، وعنده سندروم هو سندروم، عنده سندروم موسيقي. تخيل اللي الحكايات هذوكم كلهم كتجي قدامه أي أنثى، أيوة، يسقط عليها اللي في خياله، فهمتك، ذيك علاش هو قال لك وحب مياده وحب سميره وهو ما حب حد، حب كان ورده هو ما حب كان ورده راهو، لكن المخ وتركيبه مخه وكيف يعمل اسقاط لموسيقاه على خاطريه في الاخر. ام كلثوم كيفاش فقت به اللي هو يحب ورده، عادت له في الحب ايه، عادت له انساك في التالي بعيد عنك، هيدا عايت للشيخ قلت له عمل هذا، قال راهو يحب فلانه الفلانيه، راهو كثر عليه يجرى ويجيني يطلب مني يقول لي يا فلان اكتب لي في الموضوع الفلاني، هي حاله النفسانيه. قال لي ام كلثوم، قالت له يا اخي انت عاملني كوبري معناتها قنطره تمرر في رسائلك الغراميه للحبيبه نتاعك. هو اش كان يعمل؟
وهذه من الالغاز الجديده في الموسيقى العربيه. بلي حمدي كان يعضى عنده فكره، يتخيل فكره يمشي للشاعر يعطيه يقول له هاي فكره شنو سيغلي قصيده على الوزن هذاك، سيغلي على اللي في افكاري. ولهنا اهم عنصر هو شنو هو، انه بلي حمدي حرر الموسيقى العربيه من سجن القصيده، واللي هذه راهي اهم عنصر قام به بلي حمدي، حرر الموسيقى العربية من القصيدة وكسر القيود. اي وقلبها الحكاية، كان تقبل الملحن ياخذ القصيدة يعتمد عليها، فبدك عندها عمل حاجة رونفرسي لحن. انت كشاعر مش تكتب حسب فكرة الموسيقية. ايوه وذلك علاش نقولوا المقاييس الغربية كي موزار اللي ما شاء الله عمله بالالاف، اغلبية موسيقى موزار ما فيهاش كلام، لكن كي تشوف عند موزار الموسيقى تلقاها تتكلم، هي بيدها هي بيدها. ولكن في الغرب ما جاش موزار للشعراء وقال لهم اكتبوا لي، فهمتني ولا؟ بعد باش فهموا كيفاش موزار كان يفكر، كان خاطر موزار موسيقته كلها قصص كالطابلوات احنا عارف في الفن التشكيلي. فبني حمدي وموزار عندهم نفس الخاصيه، هي رسم بالموسيقى لقصص وحكايات، فهمتني ولا؟ وهذا غريب في ذلك العصر، وقت اللي تقول للصنباطي او عبد الوهاب معروفين الثوابت نتاعهم وطريقه العمل نتاعهم المنهجيه نتاع مدرسه الصنباطي او محمد عبد الوهاب، عندها قواعدها كما في التعليم نقولوا احنا فيه منهجيه وكذا. فهذا جهه منهجيه لا تنتمي الى هذه المنهج، دونك شنو فاش يعمل هذا؟ فهمتني؟ سيقع عليه هجوم ثم سيتراجع الجميع، وقت اللي شنو وقت اللي هو مش تبدا يتاثر به هو من مرحله الهجوم على شخصه وعلى فلسفته المدرسه الموسيقيه الى مرحله محاوله مجاراته محاكاته زاد ومحاكاته في هذا في هذا النسق. لانه كنقولوا بلي حمدي راهو لحد الان، وانا بتوقف شكرا قلت له المعلومه، انه لحد الان ما غير قدريه ما يحصي اعماله. المعلومه اللي عند المصارى انه بلي حمدي لحن 1500 لحن، والمعلومة عند الانجليز اللي يقريوا عليه في الكليات بليه حمدي فتوى تمشي لو القوتي باش المجموعة الموسيقى يقراوا في اللي فاكولتي، فهمتني؟ يقراوا بليه حمدي. الانجليز عندهم 3000 3000 عمل موسيقي هذوما اللي ومازال راه شيء نقول مازال الشيء او علاش؟ شوف عند العرب عندهم 1500 عند الانجليز 3000 خاطر هو بيدو لزمته. وانا قلت له يا شكر يا بليه حمدي كيما عبد الرحمن بن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون كي عاش الفترة ذيك شكون فما؟ كان فما واحد اسمه ابن عصفور، العالم ابن عصفور ذي في النحو والصرف كان أشهر واحد في المغرب العربي. ابن خلدون ما كانش مشهور، بعد 500 سنة اتقلبت الحكاية، ايه تحاير اسمه، ولا ابن خلدون شخصية عالمية والعالم ابن عصفور نسيه 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 كيما احنا اللي صايرنا احنا توا. سامحني حتى نردين كان قطعتك، الحاجة المتميزة في بليغ حمدي في اللي كان يحكي فيه نور الدين انه ما سمع حتى واحد يا سندس، ما سمع حتى حد، عنده ثقه في النفس ومقتنع بالتوجه الموسيقي نتاعه. معناها هذا خلى معناها ما مالش وما رجعش يعني للصيغه اللحنيه اللي متواجده في ذلك الزمن. بليغ حمدي من الاول من اوله عمل شخصية روحه، وهذيك هي شخصية. دونك الألحان المرحة والألحان اللي فيها يعني رومانسيات، أصل ألحان الكل بليغ حمدي راهو مشي العجيب أنه الجملة اللحنية متاعه كما قال بيدو نور الدين أثر عليا، معناها تحسها فيها كالرومانسية كالحنان، فيها الأنوثة كالجميلة. اللحن ما وقت لي حتى في عزفه على العود، كي تسمع عزف على العود تسمع كالجمل غريبة رقيقة برشا. ودونك هذاك اللي خلى بليغ حمدي يصمد وما سمع حتى واحد وشنية الجمل وشنية كذا. وزاد حاجة أخرى اللي قال عليها نور الدين أنه هو من صعيد مصر، فما جملة موسيقية صعيدية عندها إيقاع وعندها معناها في يعني في دم وتجري، ومع هو افكاره الراجل عمل انواع متاع موسيقى وتاثروا به. على فكره راهو الملحنين
الكبار اللي عاصروه تأثروا به. أنا كي تسمع مثلا محمد عبد الوهاب يغني ملحن في يوم وليلة ملحن بليغي تقول تقول مقدمة ألف ليلة وليلة أساس مقدمة الليلة تحب عبد الوهاب كوبي الريبونس تاع عبد الوهاب على ألف ليلة وليلة مقدمة ألف ليلة وليلة هو عادي راه هو كي نقولوا كي من هكا راه وسندس عادي خير السيدة ذي اشرأبت له الأعناق وتلفتت الناس الكل ليل وبليغ حمدي الملحن يقول لك خلينا نمشي في الجو اللي يعمل فيه هو كسوا بليغ حمدي ولا الموجي ولا الصنباطي ولا كذا المهم شخصية رغم صغر سنها فرضت روحها ماك تعرف انت لحن لأم كلثوم مشي لها في شليكة ولا في سبادري وجماعة يستنوا فيه هو باش يجي وجميع الفرقة الموسيقية مستنسين بالصنباطي وعبد الوهاب بالقيمة وفما وقت معين الرجل التو لا جا وش بيه والست والست هي صابره وجميع يحكيوا توا الموسيقيين في بعضهم الست هي صابره عليه اش فما هذه الطفل الصغير هذا وجاهم فهمتني واللي هو وقتها الاغنيه هذاك هو بلي حمدي ثم ثم هكا يعني تيرم احنا نقولوا سيونتيفيك هي سيتون سورت دو جينيز للموسيقى العربيه معناتها ثم كل تغيير كبير وفما كل حاجه جديده صارت في نوعيه الموسيقى والله فتحتونا شهيه باش نواصلوا استماع الى اغاني اخرى من الحان بلي حمدي نجد صغيره انا بستناك